حقيقي انا زهقت، كل الموبايلات بقت شبه بعضها يا جماعه، كل الموبايلات بقت بتجيلك بنفس المواصفات تقريبا، كل الشركات واخده ستاندرد معينه، موبايلات الفئه الاقتصاديه نفس المواصفات، موبايلات الفئه المتوسطه نفس المواصفات، موبايلات الرائده نفس المواصفات، وكلهم بينقشوا من بعض وكلهم بيقلدوا بعض، كلهم بينافسوا موبايل واحد وهو الايفون، كلهم بيحاولوا ياخدوا مواصفات ومميزات متكرره عند اكتر من شركه، وبالتالي مفيش موبايل بيشفي حته الحب التجربه، حب الاستكشاف، انا عايز اجرب حاجه جديده، لحد ما ظهرت شركه جديده، شركه ناثينج. الشركه دي انا كنت جربت منها موبايل من حوالي سنه، وكان الناثينج فون 1، والموبايل كان جميل جدا وابهرني، وحسيت ان انا ماسك في ايدي ايفون هواتف اندرويد. الموبايل فعلا بيقدم تجربه من حيث الخامات والتجربه البريميوم نفس جوده الايفون شويه. انا بالنسبه لي ما بقاش عايز موبايل فلاجشيب، انا معايا الايفون بستخدمه بشكل اساسي كموبايل فلاجشيب، فبحتاج جنبه موبايل اندرويد استخدمه واشفي بيه رغبتي في ان انا اقعد ادعبس كده واجرب ابلكيشنز والكلام ده كله، وان انا ابقى ماسك موبايل شكله شيك وحاجه كده يونيك والتجربه بتاعته مختلفه. فهنا انا قررت ان اول ما ناثينج تنزل موبايل ميد رينج او موبايل متوسط ان انا هجرب الموبايل ده، وجاء الاختيار على الناثينج فون 2A. اي نعم هو موبايل مش بريميوم 100%، يعني تصميم الموبايل كله من البلاستيك، ظهر الموبايل من البلاستيك، ولكن ظهر الموبايل فيه ابداع مش طبيعي، تحس ان انت ماسك موبايل اعتيادي ولكن مش اعتيادي، ظهر الموبايل فيه شكل كده وتصميم، تحس ان الدي ان ايه بتاع ناثينج موجود في ظهر الموبايل. وتاني الموبايل ده مش للناس اللي بتدور على اكتر هاتف بيقدم مواصفات جباره، يعني دي مش شاومي، دي ناثينج، وبالتالي انت بتدور على اكتر موبايل ملفت واكتر موبايل مبهر في تجربه الاستخدام بتاعته وفي الكونسبت بتاع تجربه الاستخدام. هفهمكم ايه المختلف في الموبايل ده، بدايه من الجليف اللي موجوده ورا اللي هي الاضواء اللي موجوده ورا. انا عارف ان في اضواء وبتاع، والاضواء دي مش للمنظر، ناثينج ابتدت توصفها كتير جدا، فالاضواء دي تفاعليه، لما حد بيرن عليك مثلا بتيجي تطلب اوبر بتلاقي الاضواء دي ابتدت تجيب لك من اول ما الكابتن يتحرك لحد ما الكابتن ما يوصل، بتبتدي ان هي تمشي بالتدريج كانه شريط تحميل بيجيب لك، انت مش محتاج ان انت تقلب الموبايل على وشه، وده الكونسبت بتاع ناثينج. ناثينج مش عايزينك تقلب الموبايل من على وشه، دايما الموبايل يبقى على وشه على الترابيزه، وانت بتبقى عارف كل حاجه عن طريق الجليف دي. لو حد رن عليك انت عامل لكل واحد شكل جليف معين، عارف انت ايه، نبضات معينه، فتبقى شايف مثلا لا انا والدتي بترن، انا والدي صاحبي، حد رقمه مش مسجله، وهكذا تبقى عارف كل واحد بيرن عليك هو مين بالظبط، وهل الموضوع يستدعي انك ترفع الموبايل من على وشه ولا لا. تاني حاجه لو انت مثلا عامل تايمر برضه تقدر تظبط التايمر، التايمر بيبتدي يظهر هنا، هتبقى عارف التايمر قرب بيخلص ولا لا، يعني مثلا حاطط حاجه على النار فانا عامل 10 دقائق، فانا من غير ما اقوم امسك الموبايل واشوف باقي قد ايه في الوقت انا ممكن اعرف فاضل قد ايه من خلال الجليف دي، فده موضوع جامد جدا. الجليف يعني متوظفه بشكل مش طبيعي، بيشغل ميوزك بيقول ان هي تدي فيرتشوال كده انطباع للميوزك اللي شغاله والبيز والحركات بتاعت الميوزك عن طريق الاضاءات. ده الاضافه للشكل المميز بتاع الظهر اللي انا الصراحه مبسوط منه جدا، والكاميرات اللي بالعرض دي مخليه شكل الموبايل فعلا سيمتري، ويخلي انا عايز امسك الموبايل كل شويه استخدمه، المفروض هم عاملينه عشان ما تمسكوش كل شويه استخدمه، انا شكل الموبايل مخليني عايز كل شويه استخدم الموبايل. بغض النظر الموبايل متوسط، ولكن لما تلاقي الموبايل على الجهه الاماميه هتلاقي شاشه بدون حواف تقريبا، نفس الحواف الموجوده في الايفون لحد ال 14 سيريز، حواف قليله جدا، هي طبعا مش اقل من 15 سيريز، ولكن في النهايه هتاخد شاشه ممتازه جدا جدا جدا، شاشه سيمتريه حواف منتظمه وكلها قد بعض، الكاميرا الاماميه حجمها صغير جدا جدا، عندك السوفت وير متوظف يتعامل مع كل هذه الانحناءات والشكل العام بتاع الموبايل. اطار الموبايل من البلاستيك زي ما قلت لكم، الموبايل كله من البلاستيك مثلا، ولكن اطار الموبايل تو تون، فالزراير لونها اسود واطار الموبايل لونه ابيض، عشان كده انا جبت اللون الابيض الصراحه، في ناس تقول لون الاسود، انا شايف اللون الابيض هو اشيك لون هم منزلينه. فهنا انا مش جاي اعمل لك مراجعه لموبايل قيمه مقابل سعر، انا جاي اقول لك انا ليه اشتريت الموبايل ده، انا بحكي لك عني انا، عن عبد الرحمن نفسه ليه اشترى الموبايل ده. فعلا اول مره من فتره طويله ابقى شغوف بان انا اشارك تجربتي مع موبايل انا فعلا حبيت اشتريه، انا مختار كل حاجه، انا مختار شكل الموبايل، اللون بتاعه، مختار هخصصه ازاي، انا اللي حابب اشتري الموبايل ده، لكن مش مجبر مثلا اشتريه عشان اجربه مثلا عشان ريفيو او غيره. فالسوفت وير هنا هو واجهه الناثينج، تعالوا نخش كده عشان انا مش مجمع بالظبط الواجهه، هي مبنيه على اندرويد 14 الناثينج او اس 2.5.4.8. الموبايل هنا لاول مره تحس ان السوفت وير بتاعه قريب شويه
من عائله بي بي كي او من ون بلس، ولكن لما تتعمق جوه بتكتشف ان هو لا، هو طبعا السي او او اللي مؤسس الشركه دي هو اللي كان عامل شركه ون بلس في الاول، فهو هنا تحس كده الموضوع مختبس شويه. ولكن على الناحيه الثانيه انا مبسوط جدا من السوفت وير، السوفت وير كله منسجم مع بعضه، مع الايكون باكس، مع التخصيصات، انت تقدر تخصص شكل الايقونات، تخصص شكل السوفت وير، والسوفت وير كله منسجم ومتناغم. شريط الاشعارات مختلف عن كل موبايلات اندرويد اللي احنا متعودين عليها، شريط الشورتس الاختصارات مختلف عن كل موبايلات اندرويد اللي احنا تعودنا عليها، تجربه نفسها مختلفه، تحس ان في حاجه جديده، ان انت كل ما هتقلب في الموبايل هتكتشف حاجه جديده. تطبيقات النظام متناغمه مع السوفت وير بشكل كبير جدا، سوفت وير تحسه كده للجيكس اللي بيحبوا الدعبسه والتعديل، وان هم يخلوا الموبايل شكله متناسق ومتناغم ومريح للعين. فالموبايل اتنقل من هو موبايل ان هو تحفه فنيه متحركه. في شويه اضافات كده صغيره ومريبه جدا، زي ان انت تعمل هنا خلفيات عن طريق الاي اي، بتختار نوعين من الخلفيات مع بعض والموبايل بيبتدي يمكس ما بينهم ويطلعك في الاخر خلفيات جديده، ممكن من نوعين زي ما انا عملت كده قدامكم، تختار 10 20 30 50 خلفيه، وبالتالي انت كل الخلفيات اللي عندك هتبقى مختلفه عن كل الناس اللي معاهم نفس الموبايل، وبالتالي ما فيش يوم هيعدي عليك وانت عندك خلفيه زي الثانيه. فدي حاجة كده بتديلك احساس بالتفرد ان انت التجربة بتاعتك منفردة. حاجة كمان عجبتني قوي ان تجربة الموبايل قريبة قوي او اقرب حاجة ليها هي تجربة هواتف البيكسل، بيكسل من جوجل، تجربة الاندرويد الخام مع مميزات اكسكلوسيف للمستخدم اللي جايب الموبايل ده. فهنا الواجهة ما فيش اي تطبيقات مثبتة اجباريا على النظام، انت تخش تطبيق الجاليري او تطبيق الالبوم هو تطبيق الصور بتاع جوجل. عايز تستخدم ميوزك، نزل برنامج الميوزك اللي يخصك كده، بتخش بتلاقي مثلا 5-6 تطبيقات بس اللي هم بتوع السيستم اللي هو المكالمات ومش عارف ايه، ومعظمهم بتوع جوجل اصلا، والباقي مفيش، انت بقى تنزل التطبيق اللي انت عايزه. وده بيخلي تجربه الموبايل سلسه من اول يوم لحد اخر يوم، انت مفيش اي حاجه بيلت ان، الحاجه اللي مضايقاك امسحها بس. هي دي اكتر حاجه عجبتني في الموبايل. هل معنى كلامي ان الموبايل مواصفاته مش حلوه او حاجه، هل مثلا الشاشه جايه بمواصفات رديئه او متدنيه ان انت واخد شكل بس وبدور على شكل بس؟ لا نهائيا، انت عندك شاشه هنا مقاس 6.7 انش، فالموبايل كبير. لو انت من مستخدمين الماكس من الايفون فالموبايل ده هيكون مناسب ليك، ولكن لو انت بتهرب من الموبايلات الكبيره فلا، الموبايل ده حجمه كبير جدا، وزنه خفيف 190 جرام ولكن ستيل حجم كبير. الشاشه هنا اموليد مليار لون اتش دي ار 10 بلس، بتوصل 1300 نتس بدقه فول اتش دي بلس، مع الاولويز اون ديسبلاي اللي بتخلي الموبايل حتى وهو مقفول بيظهر لك معلومات من بره، ودي حاجه طبيعيه جدا بالنسبه لموبايل في 2024. متخيل انت وصلت النقطه ان انت مش فارق معاك المعالج ايه بالظبط من كتر سلاسه تجربه النظام؟ انا ما دورتش المعالج ايه بالظبط لما اشتريت الموبايل، لان انا عارف ان الناثينج هتطلع اوبتمايزنج جبار جدا ما بين السوفت وير والمعالج ده. المعالج هنا هو الدايمنستي 7200 برو ل 4 نانومتر، المفروض ناثينج بتقول ان هو بينافس ال 8 جين 1. انا مش فارق معايا اصلا ان المعالج فعلا بيقدم تجربه ممتازه، سواء في التجربه العامه او سواء في النتيجه النهائيه لمعالجه الالوان بتاعه الكاميرا. فالمعالجه هنا بتاعه الكاميرات بتاعه الموبايل ده مثلا نفس المعالجه اللي انا شفتها من هواتف جوجل بيكسل، وبالتالي انا فعليا انا ما دورتش المعالج بتاع الموبايل ده ايه، لان انا كنت حابب التجربه، والتجربه كانت سلسه لدرجه ان انا، هو الموبايل ده فلاج شيب ولا موبايل ميد رينج ولا نظام ايه بالظبط؟ نظامك ايه يا عم؟ قول لي، عرفني. يعني نفسي نرجع تاني، لان انا ما ادورش المعالج ده ايه، انا ابقى شاري الموبايل عشان اخد التجربه الممتازه جدا، ومتيقن ان الاوبتمايزنج اللي حاصل من الشركه المصنعه والسوفت وير والهارد وير هيديني التجربه اللي انا عايزها مقابل السعر اللي انا بدفعه. ده تستصور فيديو بالكاميرا الاماميه بالناتنج فون 2A، وللاسف هو بيصور 1080 بس للاسف. خلينا نتمشي كده نشوف الثبات بتاع الموبايل في الفيديو عامل ازاي، برضو انا مش عارف الصوت هيبقى عامل ازاي، ولكن يعني انا متضايق جدا، انا متضايق، كان نفسي فعلا الموبايل يصور 4K، ولكن ساعتها كانت تجربه الكاميرات شبه متكامله، فطبيعي يسيبوا حاجه للفلاجشيب. فحتى الان الموبايل ما خيش معايا في حاجه خالص، تجربه سلسه جدا، سوفت وير سلس، وعندك هنا تجربه كاميرات محترمه، عندك في الجهه الخلفيه كاميرتين بس، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا الترا وايد 50 ميجا بكسل، والكاميرا الاساسيه متثبته كويس، تصوير فيديو 4K 30 فريم في الثانيه، فانت مش عايز حاجه اكتر من كده، كاميرتين 50، اي نعم انت ممكن تبقى نفسك في الكاميرا ال 3X وانت عايز تصور بورتريه، ولكن للاسف حتى الموبايلات الرائده عندهم ناثينج فون 2 جاي برضو بكاميرتين الترا وايد والكاميرا المين، مفيش كاميرا تليفوتو، فهم قافشين في حته انت عندك كاميرتين بس. الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل بتصور لحد فول اتش دي 1080 30 فريم في الثانيه، وتجربتها برضو كويسه جدا جدا. عجبني قوي حته ان انت معالجه البكسل مدمجه في النظام، انا واخد نفس الكالر تون ونفس المعالجه بتاعه اللون ومعالجه الجلد بتاعه هواتف البكسل. عندك كل الحاجات اللي انا محتاجها، بصمه تحت الشاشه سريعه، تجربه ستيريو سبيكرز كويسه جدا،
عندك موتور فايبريشن محترم فارق جدا في النقرات وكتابتك على الكيبورد والتنقل في السيستم ومتوظف في كل حته في السيستم. عندك ان اف سي وبروكسيميتي سنسور حقيقي، وعندك بطاريه 5000 ملي امبير بتدعم الشحن السريع بقدره 45 واط. التجربه العامه بتاعت الموبايل ممتازه، وتجربه الانبوكسنج كانت جميله قوي. يعني لو شفت تجربه الانبوكسنج، فعلا تجربه الانبوكسنج ممتعه لابعد الحدود. اي نعم انت بتقطع علبه الموبايل، ولكن تجربه نهائيه ممتازه. فانا وانا ماسك الموبايل كده وشايف التو تون الحواف السود الرفيعه جدا مع اللون الابيض، انا مبسوط جدا بتجربه الموبايل ده، مستني ناثينج تنزل كل شويه موبايل، عشان يعني كل سنه موبايل عشان اجرب موبايلاتها، وخصوصا موبايلات الميد رينج بتاعتي. فده موبايلي الاندرويد الاساسي لفتره مش قليله، مش عشان هو مبهر ولا عشان هو قوي، هو قوي جدا واداؤه ممتاز وكاميراته جباره، ولكن عشان التجربه، عشان فعلا انا بقالي كتير ما خدتش تجربه موبايل مميز. دي كانت كل حاجه في فيديو بتاع النهارده. اكتبوا لي الموبايل ده عجبكم، ولو حابين تقتنوه هو موجود كتير جدا في السوق المصري، ويفضل عشان تجيبوه بسعر كويس شوفوا حد من اصحابكم او قرايبكم او لكم قاعد في الخليج يجيبوا لكم معاكم وهو جاي، سواء من السعوديه او من الامارات. دي كانت كل حاجه. اسمعوا لايك اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي اكتر حاجه عجبتكم في الموبايل. كان معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم في فيديو عظيم جاي. مع السلامه.